حاضرين معانا فابيان، حضرتكم حضرتكم جاكم امتحان، جاكم امتحان مزيان 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 امبيكاب. راه ملي كتشوف راسك في شهر 11 كتضبط امتحان بواحد 50% 60% بمعنى سير الله يكمل بخير. مواد اخرى الا بقيت شهر 4 5 عاد كدابز اولا كتحصل في الدوكيومونطاسيون ملي كوصل شهر 4 5 شهر 4 5 كتروح لهذوك كتبغي تراجع كتقول فين هو الدوكيمون شنو راجع ما كتلقاش كتمشي للانترنت بلاصه ما كتثبت راسك كدير عاد كتزيد تلف شي يقول لك لا هادي لا حكا البلون ديالك تيك لا هادي داكشي علاش تعطي الاستاذ مساله انديسبونسابل لا غنى الاستاذ خصو يواكبك بحال جرعه كيعطيك الطبيب الدواء وش يقول لك هادي الصباح هادي العشاء سير انا نفوت هاهو القرار كاين ايوا كيفاش نخدمو حاجه اخرى كتميز الفرنسي هو انه جاوب كيقول فرنسيه واخا عارف العربيه عندنا ما نديرولك العربيه عارف تعرف كيفاش يجاوب الفرنسي وهذا مشكل ماشي مشكل كيبان لكم انتم مشكل مبرر لانه يعني عادي من قطاع ديال 20 عام 15 عام كتبان لك الفرنسي باش نعاود نكتب جمله بالفرنسيه صعيبه ما صعيباش شهاده الجميع يعني الطلبه اللي دازوا عندنا كيقول لا استاذ راه جاب الله التيسير رجعوا لي اللي الشهاده اللي متبعني في الفيسبوك ولا في يشوف الشهاده ديالنا في كلها علاش ما خدمنا معاهم لا غوفورمولاسيون كما قال السي عادل في الثوره الاسلاميه الاسئله كلها بدون ما يبدا البرودكسيون هي سي غوفورمولاسيون لا كيسيون عندك اون كيسيون هو دابا غوفورمي كيسيون ريبونس عندك في فراز انتروغاتيف تردها في فراز اوكي ساهل ما كاينش حاجه سهله حتى الاستاذ ملي كيشوفك جاوبتي بالطريقه باش تصوني ياك اي باس كيدوز ما كيبقاش هو سولك كان لي بوت بوان فيو كتقول لي لا ليبرتي اي لا عطيكم ا مون افي ولا عطي شي حاجه بين لي انا كتعطي الراي ديالك شو هو بحال هكذا بالنسبه للامتحان عندنا اربعه النقاط مضموني السؤال الاول والثاني السؤال التاسع والعاشر هادو مضمون لينا السؤال الاول والثاني شنو هما هما شي حاجه كدير لكم انت الا كليكوني شكون يكتبوا تقول لي فولتير عارفه من هنا وسؤال 19 عطيك راي ديال عطيني رايك في شي قضيه من القضايا هذيك القضيه من القضايا عطي رايك انت الاستاذ ما عنده ما يدخل في الراي كيدخل فاش في لاغبين وعلاش اختاريت هذه القضيه مثلا الصداقه ما بقاش في هذا الزمن هذا اه ولا لا اه علاش عطيني علاش لا علاش ما كيهموش هو اه ولا لا كيهمو لا بيمون داكور دونك عندي السؤال الاول والثاني مضمون السؤال التاسع والفون والعاشر مضمون انت ديتي معاك من دابا صافي مزيان بقاو هنا دوك لي كور دو لونغ 7 و 8 هادو كور دو لونغ شنو هما هما فيغور دو ستيل كيتخدموا بواحد الطريقه بسيطه وكنفهموا المنهجيه قاتله نمشي نقلب على كاع لي فيغور دو ستيل كاين في كوندي نحفظو خطا نمشي نحفظ كاع لي فيغور دو ستيل كاينين في بيرغويو خطا لا